حالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم، صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت. رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن. نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصمت. إن هذه جريمة، جريمة كبرى لابد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد. لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم بسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ إليكم. فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق. الحوادث بتحصل من ايام ايه، وبنقول في الافلام والمسلسلات والبرامج وبتاع، ومش الاعلام الايجابي ده اللي انتوا بتنادوا بيه. وميثاق الشرف الاعلامي، يمكن وزيرة الاعلام تسمعني او حد يقول لها طب نعمل ايه يا سيادة الوزيرة لو احنا بنقعد نقول 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 ومحدش سامع. قلنا كتير قوي على موضوع المخدرات ده، وان السواقين لازم عشان يسوق عربية ده لازم يبقى شخصية، يعني دي ناس بتؤتمن على بشر. الميكروباصات، المواقف كتير قوي 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 قوي. ننزل كده مرة نصور لكم موقف ونصور السواقين ونشوف هل ينفعوا سواقين ولا ما ينفعوش. مش كله، لكن 3/4 فيها ايه؟ فيها ايه لو مشينا صح؟ فيها ايه لو اجبرنا الناس دي على انها تعمل تحليل، واللي نعمله تحليل نكتشف ان عنده مخدرات نقول له عايز تتعالج اتفضل عندنا مستشفى لعلاج الادمان. ده علاج الادمان ده سهل قوي، ده شويه ادويه كده بتدوها له بدل الحاجه اللي بياخدها ده لغايه ما يتسحب منه القرف اللي هو بياخده ده، وخلاص هياخد البروجرام الهاف واي ده وخلاص. يعني مش محتاجة مثلا مستشفى فيها تنفس صناعي مثلا وعناية مركزة لا، ده انت هتجيب مبنى وتحط فيه دكاترة بس. وقلت ان انا هروح للسيد وزير الشباب خالد عبد العزيز عشان وهعمل كده، بس انا مش هينفع اعمل لوحدي، مش هينفع اعمل لوحدي. بنعالج السرطان، كام في المية من السرطان بيتعالج؟ الإدمان ده سرطان، بس ده سرطان بقى بيهدد أمننا إحنا. من أي واحد ماشي في الشارع، التثبيت على الدائري والتثبيت على الطرق بيبقى كله السرقة بالإكراه دي عشان عايز يروح يشتري مخدرات.
اللي بيقتل وتلاقيه قتل امه وقتل ابوه ازاي وبتاع مخدرات. الحوادث كلها اللي في الطريق مخدرات. السرقه والنشل مخدر كله 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 كل الوحش لموا اغتصاب وتحرر لموا كل الوحش في مجتمعنا هتلاقوا مخدرات. يجب أن يكون هناك رقابة مرورية في الشارع صارمة جدا وغرامات عالية جدا 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 على السرعة. ولازم كل واحد محافظ كده يشوف يعني محافظ اسكندرية عندك طريق مصطفى كامل اعمله بدل ما احنا طول النهار مركزين في كل محافظة بتعمل ايه مركزة في ثلاث شوارع تهدها وتبنيها وتفضل تعمل فيها الابيض في السوداء وتحط فيها حاجات زرع. هما الثلاث شوارع اللي ظاهرين للناس كل الشوارع التانية مهملة. ما كل محافظة تعمل كده يجي رئيس الوزراء يقول لكل محافظ شوف اعمل رصد كده لكل الطرق اللي حصل فيها الحوادث السنة اللي فاتت كلها تتعمل زي الفل وتشوف تظبط حالك ازاي. مش بس ان نطلع نقول ان دول يمشوا كذا ودول يمشوا كذا لا خلاص حصل حادثة في الحتة الفلانية عشان بقى يعني نحد من ده في حتة تانية كل واحد ماسك محافظة كل محافظة مع كل مدير امن مع 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 يشوف الحوادث حصلت فين ويعملوا الطرق دي. متهيألي حاجة مش صعبة خالص ولا مكلفة خالص.